أنا ماما نجوى، التحقت بكرة الأطفال من 2000، يعني هسا إلي 22 سنة، وجيل بعد جيل، يعني حوالي صار عندي من أولادي المتخرجين دخلوا داخل البيت وخرجوا منهم أعداد يعني فوق 20 22 طفل. حالياً عندي في البيت 6 أطفال، منهم 4 بنات وولدين. حياتي بالبيت أنا وولادي في علاقة كثير حلوة، علاقة أم بأطفالها، فهاي العلاقة اللي ربطتني وخلتني أستمر هالفترة الطويلة. علاقة التعاون اللي بتربطني داخل بيتي مع أولادي ومع القرية ككل، كادرنا كله بأمهاتنا وكادرنا، بتحسيها هي عبارة عن أسرة.